الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء تدوم. تهدف الحملة هذا العام إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمنازل لتقديم الوعي الإيجابي في ثلاث محاور رئيسية: تصميم البيوت المستدامة والموفرة للطاقة الكهربائية، كفاءة الأجهزة، والسلوكيات العامة لجميع فئات المجتمع في مختلف محافظات السلطنة. الكهرباء نعمة يستحقها الجميع. رشدها لتدوم. نماء لرخاء يدوم.